لقاء اليوم الذي تشرف على تنظيمه مؤسسة محمد داود للتاريخ والثقافة يتعلق بجانب الصحفي عند الفقيه محمد داود من خلال تجربة مجلة السلام وأيضا جريدة الأخبار. شخصيا سأتطرق إلى جانب تجربة الأخبار وهي جريدة أسبوعية كانت تصدر في بداية أواخر سنة 1936. المداخلة ديالي ستشمل الجانب الثقافي، الجانب الاجتماعي، الجانب السياسي الذي كان يعني يشكل الهاجس ولا الخلفية التي كانت وراء الصدور، ومن خلال هذا الجانب يعني توضيح جانب مشرق من الصحافة الوطنية التي كانت تصدر في شمال المغرب. وتجربة كما ذكرت تجربة جريدة الأخبار التي كانت هي جريدة أسبوعية تمثل يعني أولى التجارب الصحفية التي عرفتها المنطقة الشمالية وعرفتها تطوان تحديدا، والتي تلتها مجموعة من التجارب الصحفية المتميزة التي أشرف عليها عديد من الوطنيين ومن المثقفين في الشمال، والتي كانت تروم يعني نهوض بالثقافة وبالإعلام وبتقوية الروح وإزكاء الروح الوطنية في يعني في داخل الشعب المغربي. سعيد جدا بحضوري في هذه الندوة المخصصة لمحمد داود، وخصوصا جلسة اليوم التي موضوعها محمد داود ومجلة السلام، حيث سأحاول تسليط مجموعة من الأضواء سواء تاريخية أو ثقافية على الظروف التي أدت إلى إيجاد هذه المجلة والدور الذي لعبته فيما يخص تاريخ الحركة الوطنية في الشمال خاصة وفي المغرب بصفة عامة، بحيث يمكن اعتبار مجلة السلام وهذه واقعة تاريخية أنها أول مجلة ثقافية في تاريخ المغرب المعاصر، وأتمنى أن أكون موفقا في إيصال مجموعة من الرسائل إلى الحاضرين. وشكرا. نتواجد اليوم في رحاب الخزانة الداودية التي تحتوي الأنشطة الخاصة ببرنامج الأسبوع الثقافي السنوي الذي تنظمه هذه المؤسسة بمناسبة مرور 40 سنة على وفاة صاحب المؤسسة الذي تحمل اسمه، وهو مؤرخ تطوان الأستاذ محمد داود رحمه الله. هذا الأسبوع سينعقد سنويا بحول الله تحت شعار تطوان تاريخ ذاكرة، تاريخ ذاكرة حضارة تماما، تاريخ حضارة ذاكرة. وهذه الدورة التي نعقدها هذه السنة هي بعنوان دورة مجلة السلام، خاصة وأن هذه المجلة هي من تأسيس محمد داود رحمه الله سنة 1933، وقد أعدنا تصويرها كاملة وأخرجناها في كتاب بتقديم مناسب هذه السنة، فسمينا هذه الدورة باسم هذه المجلة وخصصنا لها عروضا ومداخلات كثيرة ومتعددة تعرف بها. من جملة ما يتضمنه نشاط هذا الأسبوع أيضا هناك تقديم بعض الكتب التي لها علاقة بشعار هذا الأسبوع الثقافي، ومحاضرات وعناية بشخصية يعني الشخصية الأولى في هذه المؤسسة وهي شخصية محمد داود، ولدينا تكريمات ولدينا يعني جلسات كلها تتعلق بالموضوع المذكور على وهو تطوان تاريخ حضارة وذاكرة.